أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي آسيا الذي نتابع فيه بالتحليل والتعليق أبرز القضايا في القارة الآسيوية. معنا في هذا الأسبوع موضوعات متنوعة من الهند، من شبه الجزيرة الكورية، من اليابان، من أفغانستان ومن إيران أيضا، بالإضافة إلى موضوع حوارنا الرئيسي. تدور قضيتنا الرئيسية في حلقة هذا الأسبوع حول التوتر المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان حول الجزيرة أو الجزر المتنازع عليها بين البلدين. نبدأ أخبارنا وتقاريرنا بعد الفاصل. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم أن طهران نشرت مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن لتوفير الأمن لسفنها التي تمر في الممر البحري. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المدمرة سترافقها سفينة للدعم اللوجستي وحاملة طائرات هليكوبتر، ووصف المدمرة بأنها أحدث المدمرات الإيرانية. في أفغانستان قالت مصادر من حركة طالبان إن أي اتفاق يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد لا يعني سلاما مع الحكومة ولا يعني وقفا للقتال معها. ويتفاوض الطرفان منذ العام الماضي على اتفاق يتركز على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في مقابل ضمانات من طالبان بألا تستخدم جماعات متشددة دولية الأراضي الأفغانية للتخطيط لأي هجمات. ويضغط المفاوضون الأمريكيون على طالبان للموافقة على الدخول في محادثات مع الحكومة ووقف إطلاق النار، غير أن قائدا كبيرا في الحركة قال إن هذا لن يحدث على حد تعبيره. أدان نواب مؤيدون لحكومة هونغ كونغ أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة، داعين المتظاهرين إلى التوقف عما وصفوه بأعمال عنف غير مبررة. وفي المقابل وجه نواب مؤيدون للديمقراطية حسبما وصفوا في هونغ كونغ انتقادات لاذعة لرجال الشرطة الذين أطلقوا الرصاص واستخدموا خراطيم المياه خلال الاحتجاجات، مؤكدين أنه يجب على الحكومة والشرطة تحمل مسؤولية التسبب في مثل هذه الكراهية بين مواطني هونغ كونغ. وتشهد الجزيرة منذ 3 أشهر موجة من الاحتجاجات اندلعت نتيجة لمشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين الأم، وأغرقت المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين. هدوء حذر في الشطر الهندي من إقليم كشمير اليوم بعد تظاهرات واشتباكات، وذلك في أعقاب إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي كان ممنوحا لمنطقة كشمير الهندية. تتواصل الاحتجاجات في سرينجار المدينة الرئيسية التي يسكنها أغلبية المسلمة للأسبوع الثاني على التوالي، فيما يستمر التوتر على الحدود بين الهند وباكستان. هدوء حذر يخيم على سماء ما تعرف بجنة الهند بعد يوم عاصف اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين مئات المحتجين ورجال الشرطة الهندية التي شددت من إجراءاتها الأمنية الخانقة على الكشميريين. التظاهرات التي استمرت للأسبوع الثالث على التوالي جاءت احتجاجا على إلغاء الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير الذي كان يمنح الولاية قدرا من الحكم الذاتي، وذلك بعد تمرير مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة الهندية لتقليص حقوق شعب الإقليم الذي فرضت عليه حالة الطوارئ. مطالبنا الأساسية هي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. هم كشميريون، يجب أن يتم منحهم حق تقرير المصير، فالفظائع التي بدأتها الهند في كشمير يجب أن توقف، وإلا سيكون السلام في العالم أجمع مهددا. التظاهرات جاءت بعد محاولة القوات الهندية دخول مدينة سوارا التي أصبحت محورا للاحتجاجات، والتي انطلقت منها الدعوة إلى مسيرات عامة تتوجه إلى المكاتب المحلية التابعة للأمم المتحدة للتعبير عن مخاوف الكشميريين من تغيرات ثقافية وديموغرافية بسبب استمرار أطول عمليات نزوح متبادلة بين الشطرين. السلطات الهندية من جانبها أعلنت تعطيل كافة أوجه الحياة
وتشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي الفاصل مع جارتها باكستان بعد مقتل جندي هندي رابع بنيران القوات الباكستانية في كشمير بحسب بيان للجيش الهندي. ومع ثبات السلطات الهندية على موقفها في مقابل رفض الكشميريين الامتثال للقرار الهندي، تبقى منطقة كشمير في قلب نيران الهيمالايا الهندية والباكستانية، الأمر الذي قد يفضي في نهاية الأمر إلى حرب ضارية بين الجارتين النوويتين. ألغت السلطات في تايوان رحلات الطيران الداخلية استعدادا لقدوم العاصفة التي ينتظر أن تكون ممطرة ومدمرة إلى أراضي البلاد، حيث يتوقع أن تقترب خلال ساعات قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان. وكانت السلطات في تايوان قد أجلت آلاف الأشخاص في وقت سابق، معظمهم من السائحين، إلى مناطق آمنة بعيدا عن الساحل الشرقي. وتزامنا نشرت السلطات نحو 34 ألف جندي في ظل تزايد احتمالات وقوع فيضانات نتيجة لهذه العاصفة. ونصل الآن إلى موضوع حوارنا الرئيسي في حلقة اليوم، التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان. فقد أعلنت سول أنها ستبدأ مناورات عسكرية تستمر لمدة يومين للدفاع عن أراض في البحر الشرقي كما يسمونه، أو في بحر اليابان كما يسميه اليابانيون. النزاع بين البلدين حول جزيرة تسمى تاكيشيما في اليابان وتسمى دوكدو في كوريا الجنوبية، لكن هذه المرة أعلنت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية ستشترك فيها طائرات وقطع حربية في تطور ينذر بوقوع صدام بين الجانبين، كما يزيد من حدة التوتر بين الجارتين الآسيويتين. التقرير التالي يلقي مزيدا من الأضواء على هذه القضية قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفنا في الاستوديو بعد هذا التقرير. وسط تصاعد التوترات مع اليابان بسبب خلافات تاريخية وتجارية، ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية أن سول تستكمل التدريبات العسكرية للدفاع عن جزر دوكودو المتنازع عليها مع اليابان، والواقع في أقصى شرق البلاد في بحر الشرق لليوم الثاني والأخير. وأطلقت كوريا الجنوبية على التدريبات اسما جديدا، وهو حماية أراضي الوطن في بحر الشرق بدلا من اسمها السابق تدريبات الدفاع عن جزر دوكودو، مما يعكس أهمية وحجم هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز وضعية الاستعداد للدفاع عن أراضي كوريا الجنوبية في بحر الشرق بما في ذلك ما يشمل جزر دوكودو. ووفقا لمصادر بالبحرية الكورية، سيقود خفر السواحل التدريبات، كما أنه من المتوقع اختتام التدريبات في وقت لاحق من اليوم كما هو مقرر. وعقب انتهاء التدريبات ستبدأ الحكومة النظر في توقيت وحجم التدريبات الثانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري. يذكر أن التدريبات نصف السنوية والتي انطلقت عام 1986 تجرى عادة في شهري يونيو وديسمبر، لكن تم تأجيل تدريبات هذا العام بسبب المخاوف الواضحة من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل مفرط مع اليابان. من جانبها احتجت الحكومة اليابانية على التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية وصفة التدريبات بأنها غير مقبولة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستنسحب من اتفاق رئيسي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين. إذن أتمت كوريا الجنوبية بالفعل هذه التدريبات أو المناورات العسكرية على نطاق واسع والتي استمرت يومين. التوتر بين البلدين ليس نتيجة لهذه المناورات فقط، فهذه المناورات تتم بصورة دورية، ولكن ربما لحجم المشاركة التي تمت بها من جانب كوريا الجنوبية هذه المرة، هذا بالإضافة إلى زيادة التوتر
على مدى الشهور بل السنوات الأخيرة بين اليابان وكوريا الجنوبية، ليس بسبب هذه المناورات فقط ولكن بسبب قضايا كثيرة استدعى البلدين إلى فرض عقوبات تجارية، التوقف عن اتفاق بشأن تبادل المعلومات، ربما إلغاء بعض الاتفاقات الخاصة بما يسمى في التاريخ الياباني الكوري الجنوبي بفتيات المتعة أو نساء المتعة الذين كانوا يعملون لدى القوات اليابانية إبان الاستعمار الياباني أو الاحتلال الياباني للأراضي الكورية أو شبه الجزيرة الكورية كما يرى الجانب الكوري. إذن هي مشكلات متتالية ومتراكمة بين البلدين ربما فجرها هذا الموضوع وهو المناورات العسكرية بين التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية، والهدف هو الدفاع عن جزيرة أو جزر دوكدو بالكورية والتي تعلن اليابان أنها تقع تحت السيادة اليابانية وأنها تابعة لليابان وتسمى باليابانية تاكيشيما. ما أسباب هذا النزاع وما دواعيه وما تداعياته وما دور اليابان، دور الصين، دور أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ربما في محاولة نزع فتيل هذه الأزمة، وما هو مستقبل هذه الأزمة؟ أسباب أسئلة كثيرة سنطرحها في حلقة اليوم على ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أشرف أبو اليزيد رئيس جمعية الصحفيين الآسيويين في سول والمتخصص في الشؤون الكورية. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف. يعني ربما يكون من المناسب أن نلقي الضوء أولا عن تاريخ هذه الأزمة فيما يتعلق بهذه الجزر التي تقع في بحر اليابان. نعم، كما أشار التقرير الذي عرضتموه قبل قليل، الأزمة ليست جديدة وإنما لها تاريخ، وليس فقط التاريخ المعاصر الذي يعود للحرب العالمية الثانية وإنما قبل ذلك بكثير. فحينما حاولت كوريا واليابان أن توثق ملكية الجزيرتين عادت إلى التاريخ. فكوريا تثبت أنه منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر كانت هناك تراسيم ومراسيم تؤكد ملكية الجزيرة، وتعود اليابان إلى وثائقها في القرن السابع عشر لتقول عكس ذلك. ولكن بدأت الأرض تتنازع عليها الملكيتان حينما حطت اليابان قدمها فوق دوكدو. وكان أو تاكيشيما كما تعرف أو تاكيشيما كما هي في اليابان. وسنتناول الأمر بحياد كما يتوجب علينا. حينما وضعت قدمها على الأرض كان من أجل مساعدتها في الحرب الروسية. هي كانت تريد أن تكون أقرب ما يكون إلى الدفاع عن اليابان في مواجهة الإمبراطورية الروسية. لذلك كانت هي بمثابة تلك المنصة الأولى للدفاع عن اليابان وللهجوم على الجيش. ثم ترافق ذلك مع الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية والذي استمر نحو ثلاثة عقود ونصف العقد 35 عاما. أعتقد أنه خلال تلك الفترة بعد انتهائها ظن الكوريون أنه آن الأوان لكي تستعيد كل الأراضي الكورية التي كانت ملكها قبل ذلك الاحتلال. وكما جاء في إعلان القاهرة في ترسيم الحدود وبعد ذلك في بوتسدام، أعتقد أن منحت كوريا الجنوبية الحق في ذلك، ولكن بقيت الجزيرة باسميها موضع النزاع. طيب هل بالفعل هذه القضية هي جديدة قديمة كما يقولون، ولكن هل بالفعل التراكمات الأخرى بشأن قضايا أخرى بالضبط. ربما من أبرزها مسألة التعويضات النساء التي حدثت وحتى ما سمي باستفزاز من جانب اليابان بإقامة تمثال في لهؤلاء نساء المتعة أمام القنصلية اليابانية في بوسان في كوريا الجنوبية. هل هذه التراكمات هي بالضبط بالفعل التي أنا سأعود بك قبل سنوات قليلة حينما فازت الحكومة السابقة بالرئيس الكورية السابقة برئاسة الدولة وحاولت أن تحل هذه المشكلة، ولكن ذلك الحل لم يكن شعبيا، لم يرضى الشعب
أن يوفق الأوضاع في قضية تمسه وتمس شرف أمة بكاملها. هم يعتقدون أن النساء الكوريات أهن إهانة بالغة حينما استعبدن خلال الحرب أو خلال الاحتلال أو خلال الاستعمار الياباني. فليست بأمر يعني كريم أن تفك هذه المعاهدة الشفاهية أو المكتوبة بين الحكومتين لتحل مشكلة عويصة كذلك. لذلك كان الرد الشعبي الكبير والضخم في إقامة هذا التمثال ليقولوا أن هذه القضية لم تحل ولم تنتهي. لكن الواقع أنه تم الاتفاق على ذلك، وتعهدت اليابان بدفع تعويضات بالفعل للمضارين، واتفق على أن هذه القضية قد أغلقت ولا ينبغي العودة إليها مرة أخرى. هذا في الحكومة السابقة، ولكن الآن أعتقد أنه فتح الأمر مرة أخرى مثلما ألغيت المعاهدة في تبادل الاستخبارات العسكرية. كثير من الأمور تراجع في ظل الضغط الشعبي وفي ظل إرضاء الشعبي. اعتقد الكثيرون مثلا حينما حدث ذلك التقارب بين الكوريتين أن الأزمة قد زالت، ولكن الجيل الجديد لا يرضى أن يتحمل على سبيل المثال الاقتصاد الذي عليه أو الفاتورة التي عليه أن يدفعها حينما تتوحد الكوريتان. لذلك تتأجل الخطوات في هذا الوفاق بين الشمال والجنوب الكوري، يعني خطوة للأمام وربما خطوتان للخلف. طيب، كوريا الجنوبية واليابان ربما تعتبران أقوى الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هناك تقريبا 75 ألف جندي أمريكي يرابطون في الأراضي اليابانية والأراضي الكورية الجنوبية. لماذا تظل الولايات المتحدة الأمريكية تاركة هذه القضية بين يعني حليفين قويين دون حل؟ ألا يعني يؤثر ذلك حتى في مركزي البلدين في مواجهة تهديد مفترض من جانب كوريا الشمالية والصين مثلا؟ هذه نقطة مهمة جدا، وقد حاولت الخارجية الأمريكية أن تحل، ربما ليس بالتهديد ولا الوعيد وإنما بالإشارة ومحاولة لفت النظر إلى أن ذلك ربما يسفر عن أمر خطير لاحق. أنت تعرف لغة الدبلوماسية، الأمر بالفعل خطير، ولكنه يدرك الجانب الأمريكي أن الكوريا الجنوبية واليابان لن تلجأ إلى خطوة منفردة. يجب أن يكون ذلك بموافقة أو بنوع ما من السماح الضمني، ولذلك لا أعتقد أن مثل هذه الحرب ستقوم أو ستنشب. الطرفان ليس في صالحهما الحرب، إنما هي حرب اقتصادية واجتماعية، إذا حلت في مشاكلها ربما سيكون ذلك الشأن العسكري مجرد إظهار قوة ومجرد إرضاء شعبي أننا موجودون في الشرق سواء كان بحر الشرق أو بحر اليابان. وأدت بالفعل إلى يعني عقوبات ربما تجارية من جانب اليابان عندما ألغت تقريبا الوضع الأكثر تفضيلا بالنسبة لكوريا الجنوبية في التعامل التجاري مع اليابان. هي خطوات متبادلة في العقاب وفي السماح، وأعتقد أن تلك هي الحرب الآن في العالم كله. هي ليست معركة يعني تخص اليابان وكوريا وحدهما، وإنما هي معركة عالمية. الآن الدول تستخدم العقوبات الاقتصادية بدلا من القوات العسكرية. طيب، هناك من يرى أن واشنطن من مصلحتها استمرار النزاع حتى بين الحليفتين، هل هذا صحيح؟ تتفق مع ذلك الطرح؟ يعني هو ليس طرحا مؤامراتيا وإنما هو طرح صحيح. يعني وإلا يعني حينما اعتقد الجميع بعد اللقاء الزعيمين الكوريين أن هناك وفاقا، تأتي قمة ماليزيا بفشل ذريع ولا يتحقق منها شيء مما أمل فيه المحللون. إذن نحن أمام يعني راع ليس براع لرعيته، إذا شأن التعبير. يعني تغيير كوريا الجنوبية لشعار المناورات بعد أن كان الدفاع عن دوكدو، هو تغير هذه المرة إلى الدفاع عن أرض الوطن في بحر الشرق أو البحر الشرقي، هل من لذلك من دلالة؟
أنا سأعود بك إلى المناورات الدورية التي كانت تقام بشكل كرنفالي في يونيو وديسمبر من كل عام. نعم. وحتى تعرف أن الجزيرة باعتبارها تحت الإدارة الكورية الجنوبية كانت تستضيف مثلا عروض أزياء لكوريا الجنوبية برعاية من الشرطة فقط لإضفاء الحضور الكوري عليها. نعم. ولكن كان ذلك الحضور الكرنفالي ووجود مواطنين اثنين ترعاهما شبكة تليفون تغطيها الإدارة الكورية لإثبات والسماح بزيارة 1000 كوري بدلا من 900 كوري إلى الجزيرة، كل هذه ظواهر خفيفة أرادوا أن يبينوا يعني مشهدا أقوى، فضاعفوا حجم القوات المشاركة في المناورات وغيروا اسمها من الحفاظ على الجزيرة إلى حماية الأراضي كلها في البحر الشرق أو بحر اليابان. وكذلك ضعفوا من القوات المشاركة، تعرف أن لأول مرة ستكون هناك المدمرة سي جونغ ذا جريت لتشارك، وهناك 10 سفن حربية وهناك أو 9 سفن حربية وتسعة طائرات حربية، هذا كله لكي تقول أن الأمر لم يعد كرنفاليا وإنما هو بمثابة استعداد حقيقي. نعم. طيب ماذا عن إلغاء الاتفاق الخاص بالاستخبارات والمعلومات؟ ألا يضر ذلك بمصلحة كل من البلدين؟ لماذا لجأ إليه؟ هو يعني في ظل الاستعدادات الحربية التي تقوم بها كوريا الجنوبية ليس من الطبيعي ولا من المفهوم أن تكون هناك تبادلات عسكرية في الاستخبارات، يعني إذن هم يعني لا يريدون أن يقولوا ماذا لدينا من حركات. تعرف فور بدء هذه المناورات أو هذه التدريبات لحماية الأراضي الكورية الجنوبية كان هناك رد من كوريا الشمالية التي تدعم حق كوريا الجنوبية في الجزيرة، ولكن كان الرد كما تقول كوريا الجنوبية بإطلاق صاروخين. إذن لا يمكن أن تسمح كوريا بتبادل معلومات وهو بداية التعاون الوثيق في كل الخطوات التالية، سواء في العلاقات مع كوريا الشمالية أو العلاقات مع الجارة الثالثة والأصيلة في الموضوع كله الصين. الصين. نعم. قبل أن نذهب إلى الدور الصيني أو الموقف الصيني من هذه المشكلة، لأنه الصين لديها أيضا مشكلات مع دول كثيرة من بالتأكيد بشأن جزر أو أراضي في المنطقة، كوريا الشمالية ما هو الموقف منها في ظل هذا النزاع؟ هل بالفعل يضعف من قوة الدولتين في مواجهة التهديد الكوري الشمالي؟ حينما تذهب إلى كوريا الجنوبية وتنزل إلى مثلا محطات المترو ستفاجأ بأنك تعيش مع شعب يؤمن أن الحرب يمكن أن تقوم مساء اليوم. يعني أقنعة الغاز موجودة، يعني علامات الإرشادات السلامة، وأنت تدرك أن سول على مرمى صاروخ أو مرمى حجر من بيونغ يانغ. إذن نحن أمام شعب أو أمة غير آمنة. نعم. من جارتها التي تسعى للتعاون معها، لا نقول للاتحاد معها. نعم. حينما تنشأ مثل هذه المعركة، هذه ليست رسالة فقط إلى اليابان، وإنما أراها أنها رسالة أيضا إلى كوريا الشمالية. كوريا الشمالية التي يثيرها مناورات مماثلة تقيمها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة كل عام، المشتركة مع المشتركة. نعم. إذن أنت أمام يعني طرف هو كوري جنوبي، لكنه هذا الاستعراض القوة يوجه رسائل ليست فقط إلى اليابان. نعم. إذن هو موجه أيضا لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالتهديد بين البلدين. نعم. لكن مرة أخرى نعود إلى الموقف الأمريكي، ماذا يجني الأمريكيون من استخدام هذه الورقة كما يرى بعض المراقبين؟ هم يرون أن أمريكا تستخدم هذه الورقة لإقناع الكوريين الجنوبيين من جهة واليابانيين من جهة أخرى، مثلا لزيادة الإنفاق على القوات الأمريكية الموجودة في كل من البلدين.
هي تجربة نجحت في مواقع جغرافية كثيرة ويعني جغرافية سياسية، فلماذا لا تطبق أيضا في الشرق الأقصى؟ والشرق الأقصى يملك المال لشراء منظومات دفاعية يمكن أن توفرها الولايات المتحدة، زائد أن بجانب ذلك هي ترى في ما تفعله كوريا الجنوبية ورقة ضغط على كوريا الشمالية. نعم. إذن هي نوع من لي ذراع كوريا الشمالية لقبول ما تفرضه الولايات المتحدة من شروط لقبول كوريا الشمالية في المجتمع الدولي. الموقف الصيني هل هو مؤثر في هذا السياق وكيف؟ الموقف الصيني مؤثر لأن الصين هي آخر الدول التي تريد حربا. يعني الحرب ستؤثر إذا أنت هاجمت كوريا الشمالية نوويا أو غير ذلك، فأنت ستؤثر أيضا على الصين. الحدود الملتهبة لا تفيد منها الصين حتى في تجاربها الماضية. الصين التي بدأت الحزام والطريق مبادرة لغزو العالم اقتصاديا وثقافيا لا تريد لذلك الحزام أن ينقطع، ولا تريد لذلك الطريق أن يتوقف. إذن أنت أمام دولة يعني تشاهد عن كثب ما الموقف، ولكن لا تتحمس لمواجهته ولا تتحمس لنتائج خطرة يمكن أن تنجم عنه، هي تريد السلام. نعم. إذن هل من دور يمكن أن تقوم به في هذا الإطار مع الأخذ في الاعتبار علاقاتها يعني غير القوية مع اليابان ومع كوريا الجنوبية، أقصد من ناحية التنسيق السياسي؟ نعم. الاتجاه. نعم. أعتقد أن أطرافا أخرى يجب أن تدخل في هذا الحوار. نعم. ربما أطراف من شرق آسيا مثل ما رأينا في ماليزيا حينما استضافت أو سنغافورة. يعني هذه الأطراف مهمة لأن الجميع لا يريد حربا يعني توقف النمو الاقتصادي الذي ترغب فيه هذه الدول جميعا. كوريا الجنوبية بدأت مبادرات كثيرة لإظهار حسن النوايا مع كوريا الشمالية الجارة الشمالية، ولكن في هذه المرة يرى البعض أنه إثارة هذا النزاع وتطوير المناورات التي تقوم بها فيه إثارة للجانب الياباني، لحفيظة الجانب الياباني، وفي ذلك تناقض بين الموقفين، موقفها من بيونغ يانغ وموقفها من طوكيو. هل هذا صحيح؟ في الشأن الكوري الجنوبي حينما أكون أنا مواطنا كوريا جنوبيا لا أرى في ذلك أي تناقض. أنا أريد لدولتي أن تكون دولة قوية تدافع عن نفسها، وربما يكون في حوارها مع كوريا الشمالية لتأمين جانب كوريا الشمالية. نعم. ولتأمن جانبها، والمحاولات كما تقول التي تقدمها كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية لا تنتهي، يعني ليس فقط بالمساعدات المادية سواء التي تأتي عبر إنشاء مصانع أو إرسال مواد غذائية أو غيرها، ولكن أيضا على الشأن المجتمعي بوجود ما يشبه العيد السنوي للقاء العائلات التي فرقتها الحرب. نعم. بين الجنوب والشمال، وهذه محاولات سلام لا تنتهي، وحينما توقفت فقط عندما جربت كوريا الشمالية صواريخها النووية. إنما هذه المحاولات مستمرة وربما زادت بعد محاولات التقارب الأخيرة. لكن الشأن الياباني هو شأن يمكن أن تلقي عليه نوعا من الكرامة المجتمعية التي تضفيها كوريا الجنوبية على هذه الحركة. هي تقول لدينا حقوق في هذه الجزيرة، وهذه الحقوق ممتدة لهذه الأمة التي لم تعوض عن حقوقها التي استلبت أثناء الحرب. اليابان ما عساها أن تفعل في مقابل هذا الاستفزاز الكوري الجنوبي بين قوسين كما يسمونه؟ هي تلجأ الآن إلى الولايات المتحدة كما تلجأ لها في مرات كثيرة. وأعتقد أن رئيس الوزراء أبي يعني سيقوم يعني بما يشبه الرحلات مكوكية بهذا الشأن،
ولا تريد اليابان حربا، ولكنها في نفس الوقت يعني مضطرة لقبول ما يمكن السكوت عن هذه المناورات، وألا تقابلها بمناورات مماثلة أو يعني باستفزازات مماثلة. هل هذا محتمل؟ هل يمكن أن تقوم اليابان بمثل هذه المناورات المماثلة في مواجهة كوريا الجنوبية؟ إذا قامت سيكون هناك نوع من الحضور الأمريكي في المشهد، لن تقوم اليابان بمفردها بمثل ذلك الفعل يعني. لكن في هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية تشارك اليابان في مواجهة كوريا الجنوبية، وهذا لأن كوريا الجنوبية لم تنصع لنصائح الولايات المتحدة بالأمر الأول حينما استاءت من إلغاء معاهدة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمر الثاني حينما أعلنت بتشديد القوة التي ستشارك في تدريباتها السنوية. لكن ألا ترى أن اليابان الآن أصبحت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بنزاعها مع كوريا الجنوبية حول تاكيشيما؟ هناك نزاع آخر قديم جدا مع روسيا حول الجزر التي يسمى في اليابان بالأراضي الشمالية ويسميها الروس بالكوريل. التاريخ يعني أنت تعتمد فيه على الوثائق، ولذلك رفضت كوريا الجنوبية مثلا على سبيل المثال أن تلجأ اليابان إلى المحاكم الدولية لحسم مشكلة دوكدو. هي تقول، كوريا الجنوبية تقول، أننا نلجأ فقط إلى المحاكم الدولية إذا كانت هناك أراض متنازع عليها، ولكن لا يوجد هذا الأمر. الأمر نفسه عند الإمبراطورية الروسية التي ورثتها روسيا مثلما ورثها قبل ذلك الاتحاد السوفيتي. أنت لك حضور في هذا المكان بحكم أنك أرسلت مواطنين يابانيين للعمل في تلك الجزر أثناء الحرب. بعد الحرب يمكن أن يعيش المواطنون اليابانيون هناك، ولكنهم سيعيشون في أراضي روسية. ليس معنى أن ترسل قواتك لتعيش في بلد ما أن تصبح تلك البلد بلدك. تقصد أن التشابه بين النزاعين غير موجود نظرا للعلاقة بين روسيا واليابان، خاصة أنهما لم يوقعا معاهدة سلام حتى الآن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهما في حالة حرب من الناحية النظرية. نعم، الحال هنا يختلف عن الحال بين اليابان وكوريا الجنوبية. ولذلك هو مختلف، ولذلك تنشأ بين الحين والآخر نوع من التوترات على الحدود الروسية اليابانية، وأحيانا أيضا كما فعلت بعض الدول بإرسال بعض القوات لحفظ الحدود أو ما شابه. لكن أنت في كما قلت بالضبط وصفتها بأنها في أزمة أو في موقع حرج، لأنك يجب حينما وقعت معاهدة إنهاء الحرب أن تنصاع لكل ما تأمر به تلك المعاهدة، وهي ألا تكون حدودك خارج الجغرافيا التي كانت لك قبل الحرب. الموقف الروسي هنا هل يمكن أن يكون إيجابياً في طريق حل المشكلة، أم أنه من الصعب أن يفعل ذلك خاصة أنه هناك مشكلة بالفعل بينه وبين اليابان؟ أنت حينما تنظر إلى الحضور الروسي في كل مشكلة يكون فيها الأمريكيون طرفا، تراهم يبتعدون ويشاهدون. نعم. حدثت ذلك في بعض التوترات الكورية الشمالية، حدث ذلك ربما حينما يعني الولايات المتحدة كان لها حتى حضور في أمام الخليج العربي في الصومال. يعني لم تجد هذا الحضور الروسي حاضرا إلا في الشرق العربي في سوريا، لكن الحضور الأمريكي حينما يحضر أعتقد أن روسيا تكتفي بالمشاهدة، خاصة أن الأمر ربما لا يعنيها إلا إذا الأمر ارتبط بالجزيرة التي كوريو التي يمكن أن الكوريل التي يمكن أن تهتم لحوار حولها. طيب، سأذهب بهذه النقطة أستاذ أشرف إلى ضيفي عبر الهاتف من واشنطن المحلل السياسي السيد ماك شرقاوي. سيد ماك، بعد التحية من القاهرة، الآن
كانت هناك مشكلة بين اليابان وما زالت طبعا بين اليابان وروسيا فيما يتعلق بجزر الكوريل أو الأراضي الشمالية كما يسميها اليابانيون. هذه المرة مشكلة ما زالت أيضا منذ عشرات السنين بين حليفتين حميمتين للولايات المتحدة الأمريكية، هما اليابان وكوريا الجنوبية. ماذا عسى الولايات المتحدة أن تفعل؟ هل تتوقع لها دورا هذه المرة، خاصة وأن النزاع ربما يهدد مصالحها من الناحية النظرية؟ خلينا الأول نقول أن اليابان ما هياش الشخص المؤدب اللي بينحني وهو بيسلم عليك وهذا الشخص الطيب المؤدب، لا، اليابان كانت من الشراسة بأنها كانت يعني في حروب في المنطقة، وكانت لها مطامح استعمارية لتستعمر المنطقة بالكامل. نعم. وكانت تحتل يعني الجزيرة الكورية التي كانت كوريا واحدة قبل أن تقسم من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية من 1910 ل 1945. وبعد يعني ما أجبرت اليابان على الاستسلام بعد إلقاء القنبلة الذرية على ناكازاكي هيروشيما واستسلمت اليابان، كان لا يمكن أن تتخيل ماذا سيفعل هذا المارد الموجود في المنطقة. اليابان بالتأكيد لها مخالب، وإن كانت تم تقليمها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المخالب لا زالت موجودة. بدأت العلاقة تسوء ما بين اليابان وما بين كوريا الشمالية بالتأكيد. هناك مناورات على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي، هناك مناورات عسكرية تجريها كوريا الجنوبية سنويا. وكانت تسمى هذه المناورات بمناورات الدفاع عن دوجودو، وهي الجزيرة في بحر اليابان في المنتصف ما بين كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وكوريا واليابان. اليوم غيرت المنظومة كوريا الجنوبية وسمتها الآن الدفاع عن منطقة بحر الشرق، وزودت عدد القوات البحرية والجوية لدخلة في هذه المناورة ولا يوجد أي معلومات. قبل المناورة كانت اليابان قد ألغت كوريا الجنوبية من قائمة الدول ذات المعاملة المميزة مع اليابان. ردت عليها كوريا الشمالية بإلغاء معاهدة تبادل المعلومات. وبالتأكيد هناك الكثير من الأحكام القضائية صدرت في محاكم كوريا الجنوبية تلزم اليابان بدفع تعويضات إلى العمالة التي عملت قصرا ضمن لصالح اليابان خلال الفترة قبل الحرب العالمية الثانية. فأعتقد أن الأمور متوسطة تماما ما بينهم، ولا أعتقد أن هناك مبرر لكوريا الجنوبية تقيم هذه المناورات العسكرية، لأن هذا هجوم غير محتمل وقوعه أبدا. ثم أن يعني كلا البلدين حليفين الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية كوريا الجنوبية عفوا لديها قاعدة عسكرية بها ما لا يقل عن 30,000 عسكري أمريكي. اليابان فيها ما لا يقل عن 58,000 عسكري أمريكي. البلدين حليفين للولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنظر بترقب لهذه المشاحنات التي تتطور الآن في منطقة بحر الصين الجنوبي ما بين الدولتين، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبلغ البلدين رسالة يعني شديدة اللهجة بأن لا يكون هذا الصراع يؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على هذه القاعدتين للتواجد وبقوة في منطقة بحر الصين الجنوبي لكي تواجه الصين وأيضا تواجه روسيا. نعم. طيب. هذا يعني يضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة. نعم. إذن موقف الصين وموقف روسيا، هل يمكن أن يستفيد من استمرار مثل هذا النزاع ما دمت قد تحدثت عن البلدين أو موقفيهما؟ هو بالتأكيد يعني إذا كانت الصين أو روسيا يستفيدوا بالتأكيد من النزاع الموجود في المنطقة، لأن إحنا زي ما شفنا الصين في الخمس سنين اللي فاتت بدأت تعمل الجزر من صنع الإنسان وتدخل جوه المياه في بحر الصين الجنوبي لكي تخلق مياه إقليمية باعتبار أن هذه الجزر التي صنعتها الصين الآن هي أراضي صينية، فيمتد المجال البحري لها المياه الإقليمية لكي تشمل كامل بحر
الجنوبي، وده بالتاكيد ما ترفضه الولايات المتحده الامريكيه، وده من قوه الضغط اللي لدى الولايات المتحده الامريكيه على الصين للجزر وصنع الانسان ومساله تايوان ومساله الحرب الاقتصاديه وايضا مساله الاعتداء على الملكيه الفكريه. هذه هي قوه الضغط اللي ترغب بها الولايات المتحده الامريكيه على الصين. الصين مستفيده؟ بالتاكيد مستفيده. روسيا مستفيده؟ بالتاكيد مستفيده. ولكن يعني روسيا تريد ان تقلص دور الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه، حتى روسيا والصين في دعمهم الى مفاوضات الولايات المتحده الامريكيه مع كوريا الشماليه والبعيد كيم، هي اخلاء شبه الجزيره الكوريه بالكامل من الاسلحه النوويه. نحن نعلم ان الامريكان قد نشروا صواريخ نوويه في كوريا الجنوبيه، وعدد 30,000 عسكري بالتاكيد يؤرقوا تماما الصين وروسيا. فالان الحوار على اخلاء شبه الجزيره الكوريه، ده بالتاكيد معناه جلاء القوات الامريكيه عن كوريا الجنوبيه، لان لن يكون هناك مقتضى. بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه مستاءة من التقارب ما بين الكوريتين، كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، فلو تريد ان يكون هناك تقارب واتحاد، لانها سوف بالتاكيد يعود بالسلب على التوارد الامريكي القوي في كوريا الجنوبيه. أشكرك شكرا جزيلا سيد ماك شرقاوي المحلل السياسي من العاصمة الأمريكية واشنطن. أعود مرة أخرى إلى ضيف في الاستوديو في الختام الأستاذ أشرف أبو اليزيد. أستاذ أشرف، يعني تداخل وكثرة هذه النزاعات في منطقة شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، هل يمكن أن تتحول إلى صدام عسكري أم أنها ستظل في إطار النزاع التجاري والانتقام والثأر الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول؟ هي كلها كما قال ضيفنا كلها أوراق ضغط. يعني الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط لكل المتعاملين معها. مثلا حينما تتحدث عن الصين أنت أشرت إلى الجزر الصناعية، ولكن هناك أيضا تلك القلاقل التي توجد في مناطق من الصين. يعني مثلا تستضيف الولايات المتحدة ما يمكن أن يسموا بالانفصاليين عن الصين في شينجيانغ. وشينجيانغ تماما كما تعرف، هناك رأينا في بداية الحلقة هناك اسمان لجزيرة دوكدو وتاكشيما. أيضا هناك شينجيانغ يسمونها في الأدبيات السياسية لمن يريد الانفصال بأنها تركستان. في كل مكان هناك هذا الجدل يحدث في الهند كما قال التقرير في بداية الحلقة، يحدث في الصين ويحدث في أماكن كثيرة. هذه كلها أوراق ضغط وتتم عبر ربما بعض القيادات التي تقيم في المناطق الدول وخاصة في الغرب الأمريكي وأوروبا. تمام بالضبط. هم يستضيفون هذه القيادات لتمثل أوراق ضغط على القضايا ليس فقط السياسية ولكن المجتمعية. شكرا جزيلا لك الأستاذ أشرف أبو اليزيد رئيس جمعية الصحفيين الآسيويين في سول، الخبير في الشأن الكوري. أشكرك شكرا جزيلا. نلتقي مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم وأحدث المتابعات في القارة الآسيوية. إلى اللقاء.